ولا بد للقيد أن ينكسر. شجعه يوما أراد الحياة، لا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للقيد أن ينكسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الأحواز المنسية. في هذا المساء معنا أخبار من الأحواز، معنا فقرة جديدة من ومضات أحوازية، معنا مستوطنة من مستوطنات الأحوازية في مدينة الصالحية، معنا أيضا حصاد لما حصل في عام 2013 من قضايا كثيرة على الساحة الأحوازية. نبدأ بالأخبار فإلى العناوين. شجعه يوما أراد الحياة، لا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي. سلطات الاحتلال تبدي تخوفها من التقارب بين التنظيمات غير الفارسية. جيش العدل البلوشي يعلن تبنيه عملية استهدفت سيارة تابعة لاستخبارات الاحتلال. ومقتل أحوازي وجرح 2 من عائلته إثر حادث دهس بسيارة الاحتلال. وحركة النضال والعدالة الأحوازية تنفي علاقتها ببيان يستهدف المندائيين. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. أبدت جهات رسمية تابعة للدولة الفارسية من خلال موقع رجا نيوز المقرب من سلطات الاحتلال عن تخوفها من التقارب الذي بدأ يتطور بين التنظيمات التابعة للشعوب غير الفارسية، خصوصا التقارب الأخير بين حركة النضال العربي لتحرير الأحواز وحركة جيش العدل البلوشية، واصفة إياه بالتطور الذي يدعو إلى التأمل. ويعزو هذا الموقع التقارب الحاصل بين الجهات الأحوازية والبلوشية والكردية والتركية الآذرية إلى مساعي دول خارجية من أجل توحيد هذه التنظيمات لمواجهة الدولة الفارسية. وذكر الموقع تخوفه من التوجه الجديد لدى حركة جيش العدل البلوشية التي طورت من تحركاتها السياسية والإعلامية والحقوقية بالتزامن مع عملها الميداني على الأرض، وذلك من خلال العمل المشترك مع حركة النضال العربي لتحرير الأحواز وعدد من التنظيمات الأحوازية والكردية والتركية الآذرية والبلوشية الأخرى. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. من جانب آخر، أعلنت حركة جيش العدل البلوشية مسؤوليتها عن تنفيذ عملية استهدفت سيارة تابعة لجهاز مخابرات الاحتلال الفارسي يوم الجمعة الماضي. وقالت حركة جيش العدل البلوشية إن كتيبة الشهيد عبد الملك ملا زادة التابعة لها قامت باستهداف سيارة تابعة لجهاز المخابرات في منطقة كورناك في بلوشستان المحتلة، كانت تقل أحد المعممين المنتسبين لجهاز المخابرات حسب وصفها. وأضافت الحركة أن العملية جاءت ردا على الأحكام الجائرة التي أصدرتها محاكم الاحتلال
ضد عدد من الناشطين البلوش ومن بينهم الشيخ فاضل فتحي النقشبندي. قامت سيارة تابعة لوزارة النفط الفارسية بدهس سيارة تقل عائلة أحوازية وتسببت بمقتل أحوازي وجرح 2 من أفراد عائلته. وذكرت المصادر أن الشيخ مجيد المطلب من مشايخ قبيلة بني سالة الأحوازية قد قتل في الحادث وجرحت زوجته وابنته إثر الحادث في طريق الأحواز الخفاجية يوم الخميس الماضي. من جانب آخر أدى مقتل مجيد مطلب وجرح أفراد من عائلته وجرح أفراد من عائلته، وتتستر سلطات الاحتلال الفارسي على متسبب هذا الحادث الذي حصل هناك، وأدى هذا إلى غضب شعبي عارم في مدينة الخفاجية خصوصا في أوساط قبيلة بني سالة، مما جعل من تشيع جنازته مسيرة وطنية أطلقت فيها الكثير من الشعارات الوطنية والثورية. من لا يحب صعود الجبال يعد أبدا السفر بين الفخار فعجت بقلبي دماء الشباب. نفى المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز أن يكون المنشور الذي تم تداوله ونشره في حي الملاشية أحد أحياء مدينة الأحواز العاصمة ويستهدف طائفة الصابئة المندائيين. نفى أن يكون لكتائب الشهيد محي الدين الناصر الجناح العسكري لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز وكذلك لحركة العدالة الأحوازية. من جهته قال السيد حبيب أسيود نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز أن المنشور الذي تم نشره والذي استخدمت فيه لغة التهديد لشريحة من أبناء شعبنا العربي الأحوازي وهي طائفة الصابئة المندائيين لا يمت بأي صلة لحركة النضال وكتائبها المقاومة على الأرض. وقال أسيود إننا نعلم جيدا أن الجهة التي تقف خلف نشر هذا البيان هي مخابرات الاحتلال الفارسي التي تحاول بشتى الطرق أن تشوه سمعة حركة النضال وجناحها العسكري لتنال من اللحمة الوطنية الأحوازية. لذلك نحذر أبناء شعبنا من الانجرار خلف هذه البيانات التي تنافي روح الوطنية. ولتعليق آخر ولبيان آخر من حركة العدالة الأحوازية ينضم إلينا السيد كاظم الأحوازي عضو في حركة العدالة الأحوازية. حياكم الله سيد كاظم وأهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ عبد الله. أستاذ كاظم، كان هناك بيان من حركة النضال حول هذا المنشور الذي انتشر في حي الملاشية، فما هو بيانكم في حركة العدالة الأحوازية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكذابون، صدق الله العظيم. نعم، كما تناقلت في الآونة الأخيرة بيان منسوب لحركة عدالة الأحواز وأيضا كتائب الشهيد محي الدين آل ناصر يهدد الطائفة الصائبة المندائية في مدينة الأحواز وبالتحديد في حي الملاشية. وفي الحقيقة أن البيان مكذوب ولا صلة لحركة عدالة بهذا البيان، وهو من صنع المخابرات الاحتلال الفارسي. وإذ ننفي كل ما ورد في التهديدات لأبناء الطائفة المندائية ونحمل النظام مسؤولية هذا العمل الجبان الذي يراد منه أحداث فتنة بين الشعب الأحوازي لإشغال الناس في أمور بعيدة عن قضيتنا الأولى، وفي نفس الوقت يريد النظام أن يشوه صورة الحركات الأحوازية أمام الأحوازيين وأيضا الرأي العام وتصويرها حركات طائفية تخدم أجندته الخاصة.
من جانبنا نؤكد أن الشعب الأحوازي بكل أطيافه ومكوناته لا يؤمن ولا يعتقد أن مكونا من مكونات الشعب الأحوازي يمكن أن تكون هدف من حركاته الوطنية. يعني نعم. يعني الآن يعني هذه يعني قالت حركة النظام بأنها تعتبر أساليب مخابراتية من أجل الشحن الطائفي بين الأحوازيين. يعني أنتم يعني تؤيدون ذلك أم أن هناك رؤية أخرى تراها حركة عدالة؟ طبعا بالتأكيد بالتأكيد الشحن الطائفي يأخذ به النظام وأخذ به في الآونة الأخيرة عندما ازداد التسنن في كل الأحواز، ولذلك تحاول أن تحدث فتنة بين الشعب الأحوازي لتحدث من بعد هذه الفتنة أجندات تخصها هي. يعني الآن الملاحظ بين الأحوازيين التعايش وعدم الغلظة فيما بين الأحوازيين، لكن هل هذا يعتبر هدف للمخابرات والنظام الفارسي بخلق فتنة طائفية بين الأحوازيين؟ بالتأكيد بالتأكيد فيما يخص الطائفة المندائية وبعض مكونات الشعب الأحوازي كانت في تعايش ووئام تام منذ آلاف السنين، وليس حالة طارئة، وخاصة أبناء الطائفة المندائية هم جزء لا يتجزأ من هذا النسيج الوطني، حيث أعطوا شهداء في سبيل تحرير الأحواز ولا زالوا يعملون في جسد حركات وطنية تنادي وتطالب بالتحرير. فهذا مستبعد أبدا أن مكون أحوازي يستهدف مكون آخر، وهذا من صنع النظام حقيقة. أبناء الأحواز كلهم يعلمون ويتخذون الشعر العربي القائل إذا عرف الإنسان بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا ولو كان صدوقا، فإن قال لم تصغ له جلساؤه ولم يسمعوا منه ولو كان ناطقا. فالنظام والمخابرات النظام الإيراني أصبحوا أضحوكة الآن عند الأحوازيين. نعم. طيب الآن أستاذ كاظم، يعني هل يحتاج إلى أن يكون هناك مثلا أي مثلا بيان أو مثلا صورة تبث كهذه الصورة، يحتاج إلى أن يكون هناك بيان من حركة عدالة، حركة النضال، جبهة الديمقراطية، أم أن الأمر لابد أن يستوعب المواطن الأحوازي بأن النظام يريد شيء ويخترق شيء من أجل الفرقة والشتات كما حصلت بين القبائل الأحوازية منذ عام 1925 ميلادي، والتي كانت سببا في من أسباب يعني تواجد الاحتلال البريطاني الإيراني؟ أنا أعتقد أن الأحوازيين لا يحتاجون إلى بيان، لكن حتى تطمئن النفوس، بعض النفوس الحقيقة يمكن أن تنجر خلف إشاعات النظام، يجب على التنظيمات الأحوازية في إدلاء دلوها بهذه الأمور لا أكثر ولا أقل. أما فيما يخص النظام الإيراني هو عارف تماماً أن المندائيين كانوا ولا زالوا جزء من مكونات الشعب الأحوازي ولا يمكن أبدا الاستغناء عنهم. شكرا الأستاذ كاظم حمد الفرحاني. كان معنا مشاهدي الكرام الأستاذ كاظم حمد الفرحاني الناطق باسم حركة عدالة الأحوازية، ولتصحيح ذكر الآية يعني خاطئا مع بداية الكلام، والصحيح وقول الله عز وجل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون كما في سورة النحل. شكرا أستاذ كاظم، ألقاكم مشاهدي الكرام بعد فاصل قصير. وعزف الرياح ووقع المطر، وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر. حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا وسهلا بكم من جديد. طبعا ليس غريب أن يكون هناك قلق عند هذا النظام من التنظيم والعمل المشترك الذي حصل بين جهات غير فارسية.
التنظيم والتوحد والعمل المشترك هو ما يخيف الاحتلال. ولذلك كانت هناك حلقات في بداية البرنامج تتحدث عن هذا الموضوع وتركز عليه بشكل رئيسي. والحمد لله حصل هذا العمل المشترك، ولذلك بدأت إيقاعات التخوف تصدر من هنا وهناك، وذلك بسمع وبصر سلطات الاحتلال وتسريباتها، وآخرها كما في خبر الذي حصل في الذي نشر في مجلة أو صحيفة رجاء نيوز التي تبين بأن هناك عمل مشترك وأظهروا في ذلك التخوف. إذن مع التنسيق المشترك بين مكونات الشعوب غير الفارسية لأخذ حقوقها المشروعة، وكما هي موجودة بين هذه المنظمات وبين هذه الكيانات الموجودة في الخارج، لابد أن يكون في الداخل. العمل في الداخل هو الأبلغ وهو الأقوى. ونحن نلاحظ بأن حركة جيش العدل تميزت في الداخل وأصبح لها قوة ولها ضربات في الداخل، يدل على أن العمل في الداخل هو أبلغ وأقوى إذا كان هناك تنظيم. فهذا العمل لابد أن يستمر حتى تكون هناك الثمرات لهذه الشعوب المظلومة. الليلة عندنا فقرات كثيرة، عندنا ومضات أحوازية، ثم لدينا تقرير عن مستوطنات الفرس في مدينة الصالحية، ثم لدينا تقرير أعد لنا عماد عن أبرز الأحداث التي حصلت خلال هذا العام. نأخذ الآن فقرة جديدة من ومضات أحوازية. أنت من نفل يغيب سناتي، أنت أحوزنا وتلك قصون. وحسب ما أخبرني دبلوماسي عربي بأن هنالك ملف في مجلس تعاون الخليج العربي حول قضية نهر كارون وملف نهر كارون، ونحن لا نريد أن تصبح قضيتنا هي فقط محل اهتمام عندما يشتد الصراع ما بين العرب والفرس. قضيتنا قضية عادلة، وعلى العرب أن لا ينتظرون من الدولة الفارسية أن تتغير سياساتها بمجيء روحاني أو ذهاب أحمدي نجاد. العرب المقيمين والطلبة المقيمين في إيران هم عيون إيران في الوطن العربي. احنا تقريبا منذ أكثر من 3 سنوات بدأنا عملية التنسيق والاستشارة في القضايا الميدانية مع الأخوة الأكراد. الأحوازي شعب مضطهد، استغل الفرس احتلالهم للدولة العربية هذه، نهبوا ثرواتها، غيروا عقيدة أهلها اللي كانوا معظمهم من أهل السنة والجماعة. عندما نريد أن نؤسس على علاقة قوية، وأنا أتمنى هذا، بين العرب ككل وبين إيران، لا سيما في مثل هذه الظروف التي تحيط بنا جميعا، لابد أن تكون المصارحة والصدق هي الأساس في التعامل. الأحوازيون لا يعاملون معاملة كريمة، بل يعاملون معاملة في غاية السوء. الإيرانيون في الغالب، وأنا أسمع هذا من كل الشيعة العرب، أولهم شيعتنا في المملكة العربية السعودية وفي البحرين وفي الكويت، سألتهم جميعا وكان اتفاقهم جميعا على أنهم محتقرون عند شيعة الفرس. ما تفعله إيران فوق ما يفعله الصهاينة بالفلسطينيين. تحدث عن الثروة السمكية، ونحن نقرأ عن نهر كارون أنها كانت تجوبه السفن، يعني طوله ما يقارب 1000 كيلو وكانت تجوبه السفن، إذا فهو تعطيل للملاحة في هذا النهر العظيم. وأنا أحث إخواني أن يتوجهوا إلى الله، فالله هو خير الناصرة والله هو المعين لهم، أن يتوجهوا إلى الله، والماء هو بيد الله والنصر هو بيد الله تبارك وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. النظام الإيراني يحرم نشر المخدرات على الشباب الفرس وفي المدن الفارسية، ويحللها على أراضي الأحواز وأراضي البلوش والأكراد. لماذا؟ حبة المخدرات تباع بأقل الأثمان، بل البعض يوزعها بشكل مجاني في مدارس الأحواز.
أنت منا فلن يغيب ثناك، أنت أحوزنا وتلك قرون. اهلا وسهلا بكم من جديد. العديد من المتابعين الاحوازيين والذين يتواصلون معنا عبر وسائل التواصل يطالبون بمواضيع نتحدث في هذا البرنامج عن هذه المواضيع، ولكن حقيقة ثلاث حلقات في الأسبوع لا تغطي، ونحن بإذن الله مع أي فكرة ومع أي مقترح في الفترة القادمة. أنا أجدد لأي فكرة. في كثير من الأحوازيين طالبوا بحلقة وحلقات عن المخدرات في الأحواز. أيضا هناك إلحاح من بعض المتابعين بأن يكون هناك حلقة عن السحر والشعوذة المنتشر في أرض الأحواز، ولو أنها خفت بشكل كبير منذ سنتين كما ذكر بعض الناشطين، لكن يطالبون بحلقة عن هذا الموضوع. هناك حلقات أيضا عن يطالبون عن النهر الجراحي، وفي تفاصيل في موضوع نهر الجراحي. هناك مواضيع كثير أيضا، طريقة تعلم المرأة الأحوازية لأنها لم تتعلم كيف الطرق وكيف السبل، وهناك بعض الإخوة جهزوا مادة في هذا الموضوع، جدولت مثل هذه المواضيع، وبحول الله وقوة الله أن تكون في الفترة القادمة إذا شاء الله عز وجل. نعرض لكم الآن فقرة جديدة من تقرير مستوطنات في أحوازنا ومع المستوطنات الفارسية في مدينة الصالحية. يا أهلنا في دولة الأحواز، يا جنة غابت وغاب بهاؤها، يا تبرة رب طاهر الأفواز. الصالحية أو مدينة أندمشق كما يطلق عليها المحتل الفارسي، تقع شمال الأحواز وتبعد حوالي 34 كيلومتر عن مدينة السوس العريقة. والصالحية إحدى المدن الأحوازية التي تعرضت لإحدى أخطر سياسات التفريس والاستيطان في الأحواز، فقد عملت دولة الاحتلال الفارسي منذ بداية الاحتلال على تجزئة الأراضي الأحوازية إلى عدة محافظات، وتم التركيز على ثلاث جهات محورية في جغرافية الأحواز، وهي الجنوب والوسط والشمال. ثم قام المحتل بتكثيف عمليات الاستيطان في هذه الجهات الثلاث لخلق جدار من المستوطنات تفصل بين فئات الشعب الأحوازي، أولا للسيطرة عليه حال اندلاع انتفاضة أو ثورة، وثانيا حتى لا يشكل تجمعهم خطرا مستقبليا. لذلك ركز المحتل على المدن الجنوبية والمدن التي تقع في محافظة أبو شهر والمدن الشمالية من أرض الأحواز المحتلة، ومنها مدينة الصالحية. فبالرغم من وجود قبائل عربية عرقية فيها، فقد استطاع المحتل إخراجها وإحلال المستوطنين الفرس بدلا عنها. كما قامت دولة الاحتلال باستخدام القومية اللورية والبختيارية لتوطينهم هذه المدينة، والهدف من جلب هاتين القوميتين تحديدا بات معروفا للجميع، وهي خلق نزاعات بين الأحوازيين وهذه القوميات لفشل دولة الاحتلال في السيطرة على القبائل العربية بشكل مباشر. فقد أوحى المحتل للقومية اللورية بأن مدينة الصالحية هي إحدى مدنهم التي سلبها العرب بعد الفتح الإسلامي. من خلال هذه الخطة سعت دولة الاحتلال إلى تشتيت قوة العرب الأحوازيين بين مواجهة الاحتلال ومواجهة القومية اللورية والبختيارية. من آخر المستوطنات في الصالحية هي مستوطنة دوكوها التي هي تحت الإنشاء، وقد صرح القائم بمقام مدينة الصالحية أنه من خلال بناء هذه المستوطنة ستتمكن الدولة الفارسية من حل مشاكل 5000 عائلة من المستوطنين الذين قدموا طلباتهم للاستيطان في قضاء الصالحية. يا أهلنا في دولة الأحواز، يا جنة غابت وغاب بهاؤها، يا تبرة رب طاهر الأفواز.
حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا وسهلا بكم. هناك من الناشطين الأحوازيين يذكرون بأن هناك إنجازات وأعمال على مستوى المنظمات وعلى مستوى الفصائل وعلى مستوى القنوات وعلى مستوى الأعمال الإعلامية. نعم هناك إنجازات والإنجازات كثيرة وخصوصا أن هناك تضييق وتعتيم، إلا أنها تعتبر إنجازات جيدة. لكن مهما عددوا من إنجازات، أنا أعتبر الإنجاز الوحيد الذي تواجد على أرض الأحواز هو زيادة الوعي. الوعي يتزايد، أنا أعتبر هذا إنجاز وأكبر إنجاز. لا أقول برنامج الأحواز، ولا أقول قناة وصال، ولا أقول منظمة فلان ولا حركة فلان، هذه كلها أعمال ووسائل معينة، ولكن أنا أعتبر أكبر إنجاز حصل على مستوى القضية من خلال متابعة لها هو تزايد الوعي. نشاهد هذا التقرير الذي أعده عماد عماد. وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. ثم أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الاجتماع هو مفتاح حرية لإخوتنا وأخواتنا وأطفالنا وأبائنا وأمهاتنا في الأحوال. أستاذ الحضور جميعا، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثلك يا أم الأبطال عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال. أو ننسى أنك مأسورة.
أن نهدأ حتى نرجعها سيعود المجد لأمتنا إن شاء الله ونرفعها إن الأحواز لنا إنا أن نهدأ حتى نرجعها عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال شهد ميدان التحرير بوسط القاهرة في أغسطس 2012 وقفة احتجاجية تضم سوريين وعراقيين. الأرض العرب المسلوبة أرض الأبطال ومنبتهم أهل الأمجاد المهيوبة عربية عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال لا أحلى منك ولا أغلى من أهلك فوق المعمورة حشى أن نرضى ظلمكم أو ننسى أنك مأسورة لا أحلى منك ولا أغلى من أهلك فوق المعمورة حشى أن نرضى ظلمكم ببعيدة عن الوطن العربي فهي جزء لا يتجزأ منه وعروبتها لم تكن وليدة الصدفة بل هي أمر ثابت في عمق التاريخ الذي يؤكد أن عرب الأحواز ظلوا أسياد الخليج العربي لفترة طويلة مثلك يا أم الأبطال عربية يا أحواز ومن مثلك يا شاكي المأسورة عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال عربية يا أحواز ومن مثلك يا لن نلدغ من جحر ثاني عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال 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 سيعود المجد لأمتنا بين مشترى أو دفع هذا المصاري لأن الدولة الفارسية راح تشتري فيها رصاص ويذبون أولادنا بالسجون أو بالنهر وانت خدماتك صفر كهرباء سيعود المجد لأمتنا إن شاء الله ونرفعها من الأحواز لنا إنا أم الأبطال عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال عربية قالوا الأحواز لنا قلنا الأرض العرب المسلوبة أمار الكارون أمار الفجنون أمار الكارون كارون كارون أمار الكارون أمار الفجنون مثلك يا أم الأبطال عربية يا أحواز The Arab people of Iran have lived for thousands of years in southwest Iran. They form 6-8% of Iran's population and are deeply rooted in this ancient. عشاء أن نرضى ظلمكم ننسى أنك مأسورة يهديك يا كارون يهديك يا كارون مثلك يا أم الأبطال عربية
العربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال عربية يا أحواز. بالإعدامات التي تجري على ساحة الشعوب غير الفارسية وهذه المظاهرات طبعا سنوجه رسالة للعالم الأجنبي والعالم الأوروبي بأن الدولة الفارسية أي رئيس يأتي لسدة الحكم نفس الرئيس السابق ولم ننسى يوما أرجاك المأسورة حي الأحواز وقادتها. سب الفاتحين والمحررين للأحواز ولبلاد فارس والمحررين للعراق من الجور الإمبراطورية الفارسية، هذا من يسب تاريخ الإسلامي والعربي إذا وتقدسونها ما تشكرون. ليش؟ عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال عربية يا أحواز ومن مثلك يا أم الأبطال. Herr talman, jag bara mina frågat mig om jag ska agera för att markera mot den iranska regimen för avrättningarna av politiska fångar och andra, i så fall på vilket sätt. Vidare undrar jag bara Armin om jag avsatt agera inom EU för att dels fördöma avrättningarna och dels utöva påtryckningar mot den iranska regimen så att den stoppar dessa avrättningar och övergrepp. من صحوة أبناء زماني لن نرحمكم مهما قلتم. نحن محتفظون هنا من أجل الرب وتنديد انتقال مياه كارون للصهاد، هذا شطنا وشط بلادنا. لا نسمع جميعا بكلمة رجل واحد، لا نسمع أن نأخذ مياه كارون للمدن الأخرى. نعم صحيح لإيران لجميع القوميات. أهلا وسهلا بكم من جديد. الأستاذ عماد عماد له جهود رائعة مع القبيلة الأحوازية، وبرغم ضعف الإمكانات وضعف الوسائل التي يستعين بها في سبيل التغطية للقضية الأحوازية وإعداد التقارير، إلا أنه مناضل ومستمر في التجديد لما يعرض للأحوازية. اليوم أعد لنا تقرير تم تصويره من الداخل مشاهدة. أن نهدأ حتى نرجع أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. هذا هو بعض نتاج العمل على الساحة الأحوازية، وهناك بعض الأشياء لم تذكر، وهذا جهد من عماد الأحوازي بارك الله في جهوده، دائما يتميز بمتابعته لجديد الأفلام والبرامج التي دائما يخصها لبرنامج الأحواز النسية. أكرر، أنا أعتبر إذا كانت هذه كلها إنجازات، أنا أعتبر أكبر إنجاز هو زيادة الوعي لدى المواطن الأحوازي، والسنة القادمة سيبقى هذا عندي إنجاز إذا كان هناك تزايد. قد يسأل سائل كيف لمست هذا التزايد في الوعي؟ لدينا أشياء كثيرة. أولا الداخل ورسائل الداخل تبين ذلك. الأمر الثاني الاتصالات الهاتفية من الأحوازين رغم التضييق الموجود على هذه الاتصالات. الأمر الثالث جوال يدعون إلى الخير، عدد المشتركين فيه قرابة 800 مشترك من الأحوازين في الداخل، تصلهم رسائل يومية في الصباح وفي المساء، رسائل متنوعة. الرسائل التي تصل إلينا أشياء عجيبة جدا، أشياء تفرح، أشياء مبهجة. يعني كان هناك التعتيم عبر الاتصالات الهاتفية ومراقبة عبر الإيميلات، لكن الله فتح علينا بهذه الوسيلة ونتواصل بكل سهولة مع هؤلاء في الداخل، ونأمل إن شاء الله يكون عندنا
2013 10,000 أحوازي، ونتمنى يكون هناك اشتراك من قبل الأحوازيين، والتعامل مع هذه الوسيلة يعتبر تعامل آمن بإذن الله. الرسالة تصل إليك أيها الأحوازي لشخصك فقط، ودائما هذا بشكل متكرر، الرسائل التي تصل إلينا دائما نعتني فيها. هناك أيضا عبر الإيميل، عبر الفيسبوك، أيضا التقارير من المنظمات الأحوازية التي تصل. أيضا يكفي أنهم أعلنوا في القناة الأولى الإيرانية، القناة الثانية الإيرانية، بأنها أنشئت قناة الأهواز ردا على الوهابية. ورد يعني متى النظام الإيراني اهتم بأن يكون هناك قناة عربية للأحوازيين، ولديهم أكثر من 80 قناة عربية صفوية منتشرة في العالم العربي، ولم يفكروا يوما أن يكون لديهم قناة خاصة بالأحوازيين إلا بعد أن عرفوا ولمسوا بأن هناك وعيا متزايدا على أرض الأحواز. هذا دليل. أيضا الخطب، أيضا المحاضرات في الجامعات التي حصلت، حلقات الموجودة، استدعاء بعض الأحوازيين إلى مقرات المخابرات وأسئلتهم الدقيقة، تتواصلون مع من وفلان وفلان، المعلومات لدينا بشكل كبير. هذه تعتبر أدلة على هذا الوعي المتزايد بحمد الله عز وجل، لأن كما ذكر أحد المعممين يقول بأن ليش يعني دائما يستهدفون الأحوازيين ويقولون الأحوازيين، هذا الأحوازيين هم يعتبرون في خير وفي أمان، وهم لديهم وعي متصاعد ولديهم، لكن سبحان الله يعني مثل هذه الردود ومثل هذه الأشياء التي تحصل عبر وسائل التواصل وننشرها عبر وسائلنا تدل على أن هناك وعي مهما قال هؤلاء المعممون ومهما حصل، إلا أن يعني على فكرة هناك وعي كبير بموضوع الاستيطان. على سبيل المثال الاستيطان في الأحواز كانوا يعرفون، يعني يشاهدون مستوطنات موجودة، لكن لم يستوعبوا البعض، لم يستوعب مدى خطورة هذه الاستيطانات وهذه المشاريع المتسارعة داخل أرض الأحواز. فحصل هناك وعي حينما نعرض بأن هناك مستوطنة في الصالحية، ومستوطنة في تستر، ومستوطنة في الفلاحية، ومستوطنة في الأحواز، ومستوطنة في لنجة وبندر عباس. لما يعني يعرف بأن هناك مستوطنات وعمل مشروع كبير يكون هناك الحر. أيضا خروج الأحوازيين على نهر كارن وتنديدهم بعدم تحريف مجرى نهر كارن، على الرغم بأن في نفسه شيء بأن هذا يعتبر ممنهج وأسلوب مسيس. يعني لكم الحرية يا أهل الأحواز ويا شباب الأحواز، هذه وجهة نظري. بعض الأحوازيين والناشطين يقول لا، هذا يعتبر أنه خروج من الأحوازيين، وهذا يعتبر قوة لدى الشارع الأحوازي. أنا أقول هذا قوة، وأثبتوا أنفسهم في مواطن كثيرة، ليس في موطن هذا، يعني ليس هذا دليل، لكن أن يكون هناك إذن من وزارة الداخلية الإيرانية ويخرجون ويكون هناك لافتات وبكل حرية وحضور وسائل الإعلام الإيراني فيها شك، لكن مع ذلك أكملوا المسير واستغلوا أي فرصة تتاح لكم من أجل مواجهة أي سياسة إيرانية على أرض الأحواز. أيضا يعني من الإنجازات الكبيرة جدا لحصول التعاون والتآلف بين حركات ومنظمات غير فارسية، هذه خطوة إلى الأمام. وحينما تكون هذه الخطوة في الخارج وتترجم في الداخل، تتصاعد المقاومة داخل الأراضي غير الفارسية. كان هذا ما لدينا مشاهدي الكرام في حلقة هذا المساء، ونرجو أن نكون بإذن الله عز وجل خير معين للمشاهد الأحوازي الذي ينتظر المعلومة التي تناصره، وأيضا خيرا معين للمتابع غير الأحوازي الذي متلهف عن ماذا يحصل في أرض الأحواز، يتقطع علم ويتحسر على ما حصل في أرض الأحواز وما يحصل في أرض الأحواز، وكأني بالذي خلف الشاشة
يفكر دائما يقول ماذا أفعل لقضية الأحواز. لابد أن نحدث أنفسنا ماذا نفعل لقضايا الأمة في كل مكان حتى نكون ربانيين ونناصر الأمة بكل ما نستطيع. وإن حصل هناك قصور أو تراخي سيستبدل الله عز وجل بأناس خيرا منا ويناصرون هذا الدين وهذه الأمة. ألقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للقيد أن ينكسر.